طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات مجموعة الباحثين السودانيين. اليوم الاثنين 29 يونيو 2020، شرفنا ويسعدني جدا أن يكون معنا واحد من أساطين الإعلام الرقمي، حبيبنا الأستاذ عثمان كباشي، هو المنتج التنفيذي للجزيرة نت ومدرب الصحافة الرقمية في معهد الجزيرة للإعلام. أستاذ عثمان، والله إحنا سعيدين جدا ومرحبا بك، والمنصة لك، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا الأخ والصديق دكتور أنور ضفع الله على هذه الفرصة، وأعتقد هي رب الثانية في هذا المجال. أنا قبل كده أطليت من هذه المنصة، مبادرة الباحثين السودانيين، هذه المنصة العظيمة الرائعة اللي أنا أتمنى إنه رجال الدولة في السودان يكونوا على صلة وعلى تواصل مع هذه المنصة، لأنها تقدم علماء في كل مجالاتهم، وهؤلاء الناس يعني يقدمون عصارة ما لديهم من أفكار، وهم موجودين ومنتشرين في بقاع كثيرة جدا من العالم، ويشغلوا مناصب كبيرة وفي الجامعات، في المراكز البحوث، في الشركات، وحتى في داخل السودان في مجموعة من الشباب الطامحين اللي أنا أسميهم، والشباب الرائعين جدا في مختلف مجالاتهم. والشكر في هذا السياق أيضا، وجه الشكر إلى الأخ والصديق الأستاذ أبو بكر الزاكي. أبو بكر شاب من السودان، إعلامي، وهو الآن يقود مع مجموعة من الشباب السودانيين مجهود فيما يعرف بالموجو جيرناليزم أو صحافة الموبايل. أبو بكر تعلم هذا الفن الجديد، صحافة الموبايل، وراح درب مجموعة من الشباب، وهم الآن كلهم بيشتغلوا في هذا المجال. وهم حقيقة كان يعني في كثير من نقاشاتنا كانوا بيتكلموا وبيتحدثوا كثير جدا عن ضرورة التدريب، ضرورة يعني أن يكون هنالك من يدرب الشباب السودانيين على كثير من المجالات، خاصة في إذا تكلمنا عن مجالنا في مجال الصحافة الرقمية اللي بتشهد في كل يوم جديد في هذا المجال. أيضا الشكر أوجهه لأختنا عزيزة نور، الزميلة والصحفية والحائزة على هذا العام على جائزة الجزيرة، زمالة الجزيرة، مع يعني هي كانت من ضمن مئات اللي تسابقوا في هذا المجال وفازت بها، وأعدت بحث ممتاز جدا عن صحافة الموبايل. أنا أعتقد الناس ممكن يشوفوه، وممكن تتواصل معاكم يا أخ أنوار وتعرض لكم هذه الدراسة. أتشرف بها أكيد. نعم، والشكر أيضا موجه لأخونا وصديقنا دكتور حسن حسين، رئيس جمعية الصحفيين السودانيين في السعودية، اللي كثير أيضا تناقشنا في هذه الجوانب. وأشكر الأخ الشاب إبراهيم دا، وهو معانا من باريس بالمناسبة، عزيزة معانا من اسطنبول وإبراهيم معانا من باريس. أشكر الدكتور السير علي سعد اللي شرفنا بهذا في حضوره هذه اللحظة معانا في هذا السيمينار. ونبدأ على بركة الله الويبنار بتاعنا باسم التحقق من الأخبار الزائفة، أو النيوز الفيك نيوز فيريفيكيشن. وهذا مبحث كبير جدا قد لا نستطيع أن نعطيه حقه في هذه الساعة أو الساعة وربع، ولكن يعني نأمل بأن نفتح نوافذ يطل عليها كثير من الناس، وهو مجال يحتاج المجهود الشخصي قبل ما يكون المجهود التدريبي، لأنه التدريب يفتح لك أبواب، ولكن لكي تتعلم هذا المجال وكي تنجح فيه وأن تؤدي فيه بما يجب أن يكون، لابد لك من أن تذهب وتمارس هذا المجال بنفسك. يعني كيف تتحقق من خبر فيك، كيف تتحقق من صورة فيك، هذه تتم عن طريق الجانب العملي، يعني زي ما بتطرح كثير من المنصات. طيب،
قد يتردد سؤال، يعني في بعض الناس يتساءلوا لماذا التحقق الآن؟ ليش الآن نحن مهتمين بهذا الجانب، جانب التحقق؟ ليش بنحاول نتحقق من الأخبار؟ ما هو كان الناس كانت من قديم الزمان تشتغل بهذا الـ 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 بهذا الجانب، ولكن ليش زاد الحديد عنه الآن؟ لو أخذنا الشكل اللي أمامنا هذا، هذا اسمه This is what happens in an internet minute، في خلال هذا العام، هذا ما يحدث في خلال الدقيقة الواحدة على الإنترنت. حنشوف إنه في بث كثير جدا من المعلومات، هذا هو السبب. طبعا التحقق في السابق يعني كان يحصل، كثير من الصحف وكثير من المؤسسات الإعلامية ما كانت تنشر أي خبر كما هو، وإنما كانت تتحقق من مصداقيته، تتحقق من دقة هذا الخبر، وهل هو فعلا صادر عن هذا الشخص، هل هو فعلا فيه هذه المعلومات. كان التحقق يتم بطريقة تقليدية زي ما ذكرنا، وكان يتم هذا العمل ولأنه كان بسيط وكان في هنالك من يقوم بهذا العمل. ولكن مع ظهور الإنترنت، وهذا الإنترنت أيضا كان فيه، هي كانت واحدة من أسباب العوامل التي تؤدي إلى ضعف العمل في الصحافة الورقية على 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 وجه الخصوص، لأنه كثير من الصحفيين غادروا هذه الأماكن لأنه لم تعد هذه الصحف الورقية تعمل، ولم تعد توزع، ولم تعد تأتي بإيرادات من الإعلانات، لأنه شاركتها كثير الإنترنت، أخذت الجزء الأكبر من الإعلان وأخذت الجزء الأكبر من الجمهور، ما عاد في اشتراكات، فبالتالي هذه الصحف قللت عدد الناس العاملين فيها، يعني حتى تواجه ضغط المصروفات قللت عدد العاملين. في جزء كبير جدا من هؤلاء العاملين كانوا يشتغلوا في موضوع التحقق، كانوا يعملوا في ما يتعلق بالعملية الصحفية كلها from A to Z. وبالتالي عندما ذهب هؤلاء وجدت هذه المؤسسات نفسها إنها لا تستطيع أن تقوم بما يجب أن يفعل فيما يتعلق بالتحقق من مصداقية المعلومات. وهذا كان هنالك أيضا عامل آخر، اللي هو عامل إنه هذه الإنترنت، ثورة الإنترنت، أتاحت للمليارات من البشر أن يدخلوا على منصات التواصل أو على كل منصات البث ويبثوا منها أخبار هذه يختلط فيها الحابل بالنابل، هنالك فيها ما هو صحيح وفيها ما هو خطأ، وأغلبه هو الخطأ. فلو أخذنا مثلا، لو يعني نعمل شيء تقريبي حتى نقف على هذا الحجم الهائل من المعلومات، فلنأخذ دقيقة واحدة على الإنترنت ماذا يحصل فيها. فهنالك 1,300,000 شخص يدخلوا في كل دقيقة على الإنترنت. في الواتساب في 19 مليون رسالة ترسل. في اليوتيوب في 4.7 مليون فيديو يتم مشاهدتها. وفي الانستغرام في 400 يتم سوري في الاب ستورز، يعني بالنسبة لجوجل وبالنسبة للايفون، في 400,000 تطبيق يتم تنزيله. فلو أخذنا الانستغرام في 694,444 انستغرام، يعني بوست بتاع انستغرام يتم تصفحه. لو أخذنا تويتر في 194,444 شخص يغردوا، وهذا إلى بقية ال المنصات الموجودة أمامكم تشوفوها هذه في هذا التطبيق، حتى التيك توك الظهر يعني نسبيا أحدث. فهذا الكم الهائل اللي بيتم في 60 ثانية، في زمن 60 ثانية، زي ما قلنا مليء بالأعشاب، واللي تحتاج كثير من القص، وخاصة إذا كنا حناخد هذا وننزله عندنا في وسائل الإعلام، لأنه أي وسيلة إعلام محترمة لابد أن تأتي بما هو دقيق، ولا بد أن تأتي بما يحقق الوظيفة الأساسية لكل وسائل الإعلام، اللي هي وظيفة المصداقية أو ركيزة المصداقية.
فحتى يتم الإخبار بشكل جيد وبشكل صحيح. فهذا هو ربما هذا الدافع موضوع التحقق يعني الآن، ولماذا الآن نحن نتحدث عنه. فهذا هو واحد من الأسباب، إنه وسائل ثورة المعلومات المتمثلة في الإنترنت مكنت الكثيرين، زي يعني مكنت كل من يستطيع أن يمتلك تلفون وعلى هذا التلفون كاميرا يصور بها أن يصور ويبث ما يريده. وبالتالي صار عندنا هذا صارت عندنا هذه الإشكاليات، أو صار عندنا ما عرف ليتر بالفيك نيوز. طيب عندنا في هذا الرجل اللي ظاهر في الصورة اسمه أمبرتو إيكو. أمبرتو إيكو هو مفكر وفيلسوف إيطالي، ولد في عام 1932 وتوفى سنة 2016. أمبرتو إيكو عنده مقولة مشهورة جدا، هو اللي قال فيها أو يتكلم عن إنه هذا الإنترنت مكنت من أسماهم بفيالق الحمقى الذين أحدثوا ما يعرف بغزو البلهاء. فهؤلاء الناس استطاعوا قال أن يدخلوا الإنترنت ويفعلوا في أي أن يدخلوا عبر هذه المنصات ويفعلوا ما يفعلوا. وهو الرجل عنده قول مشهور ينسب له هذا القول، قال أدوات مثل تويتر وأدوات مثل تويتر وفيسبوك تمنح حق الكلام لفيالق من الحمقى ممن كانوا في السابق يتكلمون في الحانات فقط بعد تناول كأس من النبيذ دون أن يتسببوا بأي ضرر للمجتمع، وكان يتم إسكاتهم فورا. أما الآن فلهم الحق بالكلام مثل من يحمل جائزة نوبل، إنه غزو البلهاء. يعني أنا ما كثير من بعض الناس قالوا هذا الرجل كان قاسي على الناس ولم يراعي مسألة حرية التعبير، إنه من حق أي إنسان أن يعبر. ولكن أنا أعتقد هو يتحدث عن مجموعة معينة من الناس، هؤلاء فعلا الذين يملؤون هذا الفضاء بالكثير من الترهات وبالكثير من الكلام الذي يجب أن لا يقال أصلا ويجب أن لا يسمع. فإذا كان هذا الرجل يتكلم عن هؤلاء فله الحق في ذلك، يعني أنا أعتقد هو له الحق في ذلك. يعني حديث أمبرتو إيكو خلى تظهر يعني أو أضاف بعد آخر لموضوع التحقق. طيب في موضوع التحقق ظهرت بعض أو موجودة فيه بعض المفاهيم والمصطلحات. فمثلا ظهر مصطلح فيك نيوز، وفيك نيوز يعني هذا أبسط تعريف، إنها هي عبارة عن قصص كاذبة، قصص خبرية طبعا تبدو كأنها أخبار تنتشر على الإنترنت وربما تجد طريقها لوسائل الإعلام. وهذه القصص غالبا ما تهدف للتأثير على الآراء السياسية، يعني تهدف أن تخلق رأي سياسي مؤيد معارض وتبعز. واحدة من المصطلحات اللي بتواجه الناس اللي بيشتغلوا في مجال التحقق اللي هو موضوع الميس انفورميشن، الميس انفورميشن، وبيجي مصطلح تاني شبيه له اللي هو الديس انفورميشن. الميس انفورميشن اللي هي معلومات خاطئة أو غير دقيقة، خاصة تلك التي تهدف عمدا إلى الخداع، والبعض يسميه التضليل الإعلامي. البعض يسمي الميس انفورميشن التضليل الإعلامي. أيضا هذا أيضا معلومات صحيحة، معلومات كاذبة، وأيضا هذا مكان شغل المحققين أو الديبانكرز أو الفاكت تشيكرز أو الفيريفيكيترز. طبعا هذه كلها الفيريفيكيشن هو مصطلح أيضا، يعني هي مصطلحات فيها اختلافات دقيقة لكن كلها تعني شيء واحد اللي هو التحقق من دقة وصدقية
هذه المعلومات. فالميس انفورميشن قلنا هي معلومات خاطئة أو غير دقيقة، خاصة هي التي تهدف عمدا إلى الخداع. يعني أنا بقدم أصل هذه المعلومات وعندي قصد من تقديم هذه المعلومات. المصطلح الآخر اللي نستحضره معانا في هذا العرض اللي هو الديس انفورميشن، واللي هو يعني المعلومات الكاذبة التي تهدف إلى التضليل، وخاصة ما يعرف بالبروباغاندا أو الدعاية التي تقدمها كثير من المؤسسات وسائل الإعلام. في الديس انفورميشن في بعض المرات بيكون في زي ما هو الأمر بالنسبة للدعاية، يعني الناس اللي دارسين إعلام ويعرفون الدعاية مرات قد تكون فيها معلومات صحيحة، وأنا أقدم في معلومات صحيحة وأقدم جزء منها معلومات غير دقيقة، لأن أنا في النهاية أنا أهدف لإني أخلق رأي عام معين أو أخلق بلبلة معينة أو أخلق قضية معينة. وهذا كثير نجد فيه كثير من الأخبار اللي تصدر عن أحزاب سياسية، تصدر عن بعض الجماعات، لأن في النهاية هو يخدم خطها. أمس أنا كنت تابعت جدل طويل جدا كان داير بين مجموعة من الصحفيين السودانيين، كان بعد ما أذيع خبر إنه رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك يتسلم التقرير المرحلي من لجنة نبيل أديب. طبعا بالنسبة للناس اللي ما عندهم يعني إطلالة مستمرة أو مباشرة في المشهد السياسي السوداني، هذا طبعا ما يتعلق بفض اعتصام الثوار في 29 رمضان من العام 2019، والجدل كان داير حول المسمى. فمثلا البيان اللي طلع من معظم المؤسسات الحكومية أو المعنية إنه لجنة التحقيق في الانتهاكات التي صاحبت فض الاعتصام، فكثير من الناس بالذات جانب السوار يقولوا لا، هو التحقيق ليس في الانتهاكات التي صاحبته. فأنت عندما تقول الانتهاكات التي صاحبت فض الاعتصام ربما تعني أنه فض الاعتصام هذا يعني قانوني وكان ممكن أن يتم بشكل سلس لولا الانتهاكات التي صاحبته. فكثير من الشباب وأنا معهم في هذا الجانب أنه خلينا إحنا نتحدث عن فض الاعتصام في حد ذاته هو نفسه انتهاك لحقوق ناس وكذا. وطبعا في النهاية يعني هذه كانت مجزرة، وكانت حتى عرفت في كثير من سمتها كثير من المنظمات اللي مهتمة بموضوع حقوق الإنسان سمتها مجزرة وسمتها مذبحة. فهذا جانب من هذا النقاش اللي حاصل يدخل في إطار هذا الكلام اللي نتكلم عنه، إنه المؤسسات الحكومية أو المعنية هي تقدم روايتها، يعني تقدم روايتها هي للأحداث. فهل هذه هي الرواية؟ هل الروايات هذه حقيقية؟ هذا هو السؤال، يعني يحتاج لإجابات ويحتاج الكثير من النقاش. طيب زي ما شفنا في الشارت اللي يتكلم عن الأمينت إن الإنترنت في 2020 أو الدقيقة في الإنترنت في أي وقت، فنحن محتاجين التحقق. يعني لابد لنا أن نحقق أو نتحقق من صدقية كثير من الأخبار التي تبث أو التي تذاع في على الوسائل قبل ما نزيعها على التلفزيون أو قبل ما نضعها في المواقع، لابد أن نتحقق منها. طيب هذا الـ يعني سميناه في يعني واحد من المقالات اللي هو التحول الرقمي كله، مؤسسات الإعلام تحولها إلى القطاع الرقمي كله هو محاولة أو دخول إلى بيت الطاعة. يعني مكره أنت لا بطل، يعني لابد أن تدخل. فكثير من المؤسسات الإعلامية دخلت إلى بيت الطاعة الرقمي، خاصة ذلك اللي متعلق بمسألة التحقق، وأنشأت ما يعرف بأقسام التحقق من الأخبار الكاذبة. الآن تقريباً أنا بتكلم عن مؤسسات الإعلامية الكبيرة زي الجزيرة مثلاً،
بالتأكيد أو شبيهات من المؤسسات الثانية. يعني أي مؤسسة إعلامية عندها قسم خاص بالفيريفيكيشن، وفيه مجموعة من الناس شغلهم كله يقعد يعني يقعد يتحققوا من كثير من الأخبار. طيب ليش هذه الأقسام أنشئت حديثا ولم تكن موجودة قديما؟ زي ما ذكرت أنا إنه منصات التواصل هي نفسها أصبحت مصادر للأخبار، وفي كثير من مؤسسات الإعلام، المؤسسات حتى المحترفة، بتعتمد على وسائل التواصل كمصادر للأخبار. يعني توجد فيها أخبار كثيرة جدا، ومرات كثيرة جدا فيها أخبار صحيحة وأخبار دقيقة، ويعني يمكن لمختلف وسائل الإعلام أن تستعين بهذه الوسائل وتأخذ منها أخبار. لكن طبعا مفروض بشروطها، هي بشروط وسائل الإعلام وبمعاييرها هي ووفقا لما يتماشى مع السياسات التحريرية بتاعتها. فهذه الأقسام موجودة في داخل كل قسم، مثلا في داخل كل مؤسسة، ترصد ما ينشر وما يبث على وسائل التواصل، وتأتي بما يمكن أن يدخل في الـ 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 في الـ يعني في النشر العامة، ما يمكن أن يدخل في المجموعة الأخبار التي تبث على الموقع في هذا اليوم، على الأخبار التي يمكن أن تنشر في صحيفة أو تذاع. فهذه الأقسام تعمل هذا، تأخذ المادة وتخضعها زي ما يقولوا إلى مبضع الجراح، تجري عليها جراحة تتأكد من إمكانية صلاحيتها من عدمه. فإذا توفرت فيها إذا تماشت مع السياسة التحريرية المتبعة في هذه المؤسسة بما يعني من يعني good news judgment و credibility و موضوع ما يتعلق بالبروفيشناليزم اللي هي المهنية، وما يتصل بالحقوق الملكية الفكرية. فإذا خضعت لكل هذه العمليات ونجحت، يمكن أن تؤخذ كخبر أو تنشر أو كذا. فهذا جانب اللي هو واحدة من الآليات، الأقسام هذه في داخل المؤسسات. طيب في منظمات دولية أصلا هذه شغلها تحقق، يعني هذه المنظمات نشأت أيضا حديثا، وهذه كل شغلها هي كيف تساعد الناس وتساعد وسائل الإعلام وتساعد المعنيين في أنه يتحققوا، حتى الأفراد. يعني ما بالضرورة وسائل الإعلام، إذا أنا مثلا عايز أتحقق من صورة، أنا أيضا حاضر بمثال سوداني قبل مدة ظهرت صورة، كنت يعني نسيت أجيبها، صورة هذه لمزارع البرتقال، فقيل أن هذه الصورة هي لمزارع البرتقال في منطقة الزيداب في شمال السودان. ولأنه نحن أصبحنا شكاكين، يعني العمل في الصحافة يجعل منك شكاك، يعني فتشك في كثير من الأشياء. أنا من الناس اللي شكيت في هذه الصورة، فلما يعني أخضعناها بطريقة علمية للفحص، وجدنا إنه هذه الصورة ليست في الزيداب بشمال السودان، وإنما هي من مأرب، منطقة مأرب لمزرعة في مأرب في اليمن. فهذا طبعا جوجل توفر هذا، في منظمات تانية أصلا هي قامت على يعني في حاجة اسمها فيرست درافت، حتى تساعد الناس تعمل دورات وتقدم هذه المجهودات أو هذه المعونة للمؤسسات، بالذات للمؤسسات الإعلامية. طيب في شكل جديد من أشكال الصحافة، وهذا أيضا واحد من أشكال الصحافة الرقمية، بسموه الصحافة التكاملية، اللي هي بالإنجليزي بيقول على الكولابوريتيف جورناليزم. هذه الصحافة التكاملية هي مجهودات صحفية يتشارك فيها المؤسسات الصحفية وأعداد هائلة جدا من الصحفيين. واحدة من أهم المشروعات بتاع الصحافة التكاملية اللي هو ما عرف بأوراق بنما. لو سمعت في موضوع أوراق بنما، أوراق بنما كان في واحدة من الصحافة التكاملية
اللي هي واحدة من مشروعاته أيضا كان في المكسيك أثناء الانتخابات 2018، عملوا مجموعة من الصحفيين ومن غرف الأخبار اتفقوا على أنه يعملوا وحدة للتحقق من الأخبار من الفيك نيوز أو الأخبار الكاذبة المتعلقة بالانتخابات فقط في فترة هذه الانتخابات. فهذا كان واحدة من الآلية أو واحدة من الآليات. يعني هذا الآن مثلا كان ممكن المواقع أو المؤسسات الصحفية في السودان كان ممكن يعملوا غرفة زي دي ويتابعوا فيها موضوع مسيرة 30 يونيو، لأنه هذا الحدث مليء بالفيك نيوز حقيقة، يعني ومليء بالميس انفورميشن والديس انفورميشن. يعني يمكن كان في ضخ هائل جدا للأخبار الكاذبة وللإشاعات وللأشياء. كان ممكن تكون في غرفة زي دي وهي اللي تقوم بالتحقق من هذه الأخبار، وبالتالي يصير في نوع من الاتفاق إنه والله وإنه هذه هي الأخبار، وإنه والله لا تعتمدوا على أي مصادر فيما يتعلق بأخبار هذه المسيرات إما من وكالة. وكان ممكن هذا المجهود تقوم به الزملاء في وكالة السودان للأنباء، يعني بعد في ثوبهم الجديد. وطبعا هو ثوب، هذه يعني فرصة أنا أشيد بالعمل الأخير بتقوم به وكالة السودان للأنباء من ناحية تغطية، من ناحية حتى أنه أصبحت في كثير من يؤخذ منها في كثير من المؤسسات الصحفية بعض الأخبار. يعني نحن اليوم عندنا في الموقع أخذنا منه خبرين تقريبا. يعني كان ممكن سونا لتاريخ المجيد كان ممكن تقوم بهذا الدور بتاع التحقق، وتصبح هي منصة يعني بول يؤخذ من الأخبار تؤخذ منه، أو حتى من التجمعات. يعني مثلا تجمعات الثوار كان ممكن أيضا يعملوا هذه الغرفة. يعني هذه كلها مشروعات، ويعني ممكن يعني تنظر في المستقبل، يعني ممكن تتعامل في هذه هذه المشروعات. طيب أنا أقصد كآليات من آليات التحقق. طيب طيب ال هذه كانت الآليات، لكن يعني أو المؤسسات المنظمات وكذا. طيب لو أخذنا مثلا واحدة من الداخلين إلى بيت الطاعة اللي هي أقسام التحقق في المؤسسات الإعلامية، ماذا تفعل؟ يعني شنو العمل، الأبجديات العمل اللي تقوم فيه هذه المؤسسات؟ ماذا تفعل هذه المؤسسات؟ هذه أو المؤسسات التي تعمل في مجال التحقق من الأخبار الكاذبة هي عادة تعتمد بالشكل على إذا كان عايز تأخذ أخبار بتعتمد على الحسابات الموثقة في مواقع التواصل، وهذه طبعا كلكم تعرفوا طريقة التوثيق. يعني هذا في تويتر أو في فيسبوك بيكون هذه العلامة. أيضا واحدة من الأبجديات إنه موضوع مراعاة أو ملاحظة التاريخ والوقت، يعني هل المادة هذه حديثة نشرت اليوم مثلا؟ إذا نحن بنتكلم مثلا عن فيديو لمظاهرات 30 يونيو في السودان، هل هي من 30 يونيو إذا بكرة مثلا؟ هل هي من 30 يونيو بتاع بكرة ولا المظاهرات بتاع 30 يونيو اللي فات؟ طيب هذا أنا بعرفه كيف؟ هذه بعرفها لما أراجع التاريخ والوقت على الصورة أو على الخبر أكده. هل هي مادة قديمة يعاد نشرها؟ يعني أيضا هذه لابد من مراعاتها. أيضا وأنا واحدة من الأبجديات إنه أتعرف على هوية المصدر، طبيعة عمله. هل إذا واحد بتكلم لي والله إنه والله عدد المصابين اللي هم في مستشفى درمان وصلنا كده كده من عدد المصابين وتوفوا منه 20، واحد جاب لي هذا الخبر وحطه على صفحته في فيسبوك، وأنا دخلت على هذه الصفحة ووجدت هذا الرجل، والله هو مطرب مش دكتور، هو مغني كويس. فهو بالنسبة لي he's not a credible source،
يعني هو ليس مصدرا أثق فيه يعني وآخذ منه، لكن لو وجدت أنه هذا الرجل الذي يغرد بهذا الخبر هو المدير الطبي لمستشفى أمدرمان الدكتور عبد الله عبد الغفار مثلا، فهنا على الأقل هذا الرجل يطم يعني يعطيني قليلا من الاطمئنان، يعني يعطيني الاطمئنان، وإن كان ليس كل الاطمئنان لأنه I have to cross match I have to double my source. أيضا هذه واحدة من التحقق من المصداقية، أنا سمعت هذا الخبر وجدته في صفحة مدير مستشفى أمدرمان، لكن يا أخي هذا بيتكلم عن قتلى أو الذين ماتوا بسبب كوفيد 19. طيب أنا عندي في السودان إذا أنا بأخذ الخبر، أنا عندي وزارة الصحة أو هنالك لجنة عليا هي التي تعلن هذا، فأنا أيضا I have to go لهذه اللجنة وتكروس ماتش أو تكروس تشيك هذه المعلومة من بعد ما تأكدت من هوية المصدر، طيب مكان تواجده وعلاقته بالحدث. هذه مسألة مهمة جدا بالنسبة للذين يريدون التحقق، يجب أن أضعوها في الاعتبار. مثال يعني نحن دائما في مناقشاتنا عن هذه التحقيق نتكلم عن أحمد، أحمد هذا الشاب ونشر خبر أظن في 2015 أو 16 ما بعرف على صفحته في تويتر، كتب قال تفجير في العراق في ملعب لكرة القدم في منطقة كربلاء راح ضحيته 25 شهيدا، وهذا الخبر حطاه عاجل وكذا وبتاع. فأنا كوسيل ممكن بعض وسائل الإعلام تأخذ هذا الخبر تقول لك والله يا أخي ما هو منشور في تويتر، في واحد نشره في تويتر وكذا. فلما أخذ هذا الخبر وحلل يعني في كثير من يعني عند بعض وسائل الإعلام اللي حبت هي تأخذ هذا الخبر، 25 مقتل 25 شخص ليس بالعدد القليل، مقتل شخص واحد ليس بالقليل، فما بالك من 25 شخص وفي ملعب لكرة القدم. هذا الخبر ممكن يجر فيما بعد ويحصل تساؤل، طيب في كم واحد ضحية، هل في شكلة، هل في يعني في خناقة زي ما يقولوا، ولا إيش السبب. فلما حصل ديبانكينج أو فيريفيكيشن لهذا الخبر وجدنا إنه أحمد هذا أصلا هو مهندس ويعيش في مصر، ما عنده علاقة بالعراق ولا عنده علاقة بكرة القدم يعني، وليس هاوي وليس صحفي، فهو كان موجود في مصر، وبالتالي الخبر طلع خطأ، لأنه لما عمل يعني المزيد من البحث والمزيد من الفحص وجدنا أنه لا الخبر هذا مو صحيح، أو الخبر موجود لكن بطريقة أخرى. طيب طيب في أسئلة مهمة جدا أيضا على اللي بيشتغلوا في موضوع الموضوع الفيريفيكيشن، في موضوع التحقق من الاخبار او من الصور الفيك او حتى انا مش عارف فيك او مش فيك، المهم انا حاولت اخذها، انا ايضا اجري عليها التحقق منها. فهنالك اسئله كثيره جدا على اي انسان يعمل في هذا المجال، مجال التحقق، ان يسال هذه الاسئله. اولا متى جرى رفع أو نشر المحتوى لأول مرة، اللي هو أيضا فيه تاريخ ووقت وكذا. طيب هل أنا ممكن أتعرف على هوية المصدر، يعني الشخص الذي وضع هذا الخبر على هذه الصفحة أو على صفحته أو على قناة في اليوتيوب، هل ممكن أنا أستطيع أتواصل معه بشكل مباشر، هل ممكن أنا أستطيع أحدد موقع الجغرافي، هل في محتوى مشابه لهذا المحتوى في أماكن أخرى؟ طيب هل الظروف المناخية في الصورة مطابقة؟ هل اللغة المستخدمة في هذا المكان، يعني واحد مثلا يعني حدث هو نشر، هو موجود في الهند في ولاية آسام مثلا، ونشر له خبر بلغة اللغة الحسانية في موريتانيا مثلا، فهذا مفروض يكون مكان شك بالنسبة لي أنا، لأنه هنا هذه اللغة ليست مستخدمة في هذا المكان. لكن لو نشر بلغة
هذا الفيديو كان بلغة أهل هذه المنطقة أو يعني أو حتى قريب منهم بيصير مقبول يعني. فهذه الأسئلة أسئلة مهمة جدا، ومن المفترض إنه نحن عندما نأتي لموضوع التحقق نسأل أنفسنا هذه الأسئلة الكثيرة جدا، ولأنها هي فعلا بتوصلنا إلى يعني تعرف أو فهم هذا الموضوع. طيب طيب الموضوع الآخر الأدوات. طيب نحن هناك سألنا مجموعة من الأسئلة وقلنا هذه أسئلة مهمة كويس، لكن هذه الأسئلة محتاجة لنجاوب على نجاوب عليها يعني. طيب كيف نجاوب على هذه الأسئلة؟ هي هذه الأدوات قد تساعدنا على أن نجيب على هذه الأسئلة. مثلا في أداة اسمها تويت ديك، هذه موجودة على تويتر، هي تحلل محتوى التغريدات الموجودة في تويتر، وممكن أستطيع أن أبحث بين التغريدات عبر هذه الخاصية. هذه بالنسبة لتويت ديك. طيب في جوجل مابس، جوجل مابس تتيح التأكد من المواقع عبر خرائط جوجل زي ما أنتم عارفين، وأيضا جوجل إيرث تتيح هذا أيضا. طيب في حاجة اسمها تين آي، هذه تحديدا تشتغل على الصور، تتيح للتحقق من مصدر الصور هل هي صور قديمة أو معدلة. في أيضا جوجل إيميجز، أنا ممكن أبحث عن طريق جوجل أيضا عن الصور المشابهة لصورة ما. وبالمناسبة أنا بس أحب أيضا أشير إلى أنه جوجل عندهم مبادرة سموها جوجل نيوز إنيشيتيفز، مبادرة ممتازة جدا تقدم عدد كبير من الدورات. أنا قبل كده حطيت على صفحة في الفيسبوك حوالي دورات كثيرة جدا بالنسبة للصحفيين ب 19 لغة، ومن بين هذه اللغة 19 لغة اللغة العربية، وهي عبارة عن دورات يعني واضحة وممتازة جدا. من بين دورة عن التحقق، يعني ممكن من يريد أن يذهب إلى جوجل ويعمل هذه الدورة وممتازة جدا أعتقد، وفيها هي حتى في الآليات مركزة بشكل أساسي على الآليات الموجودة على جوجل إكسبلورر مثلا، اللي هو هذا خاص بالتقصي وبالذات موضوع الصور. فهذه الأدوات تويت ديك، جوجل مابس، تين آي، جوجل إيميجز تتيح الإمكانية واسعة جدا للتحقق من الأخبار اللي ممكن تكون فيك على الإنترنت. طيب تشوفوا معي الصور هذه، يعني هذه واحدة من نتائج التحقق. الصورة الموجودة، هذه الصورة اللي على اليسار نشرت في أعتقد 2016 في يعني عن مضايا تقريبا بداية 2016 أو نهاية 2015 مع بداية 2015. الصورة اللي عندي هذه يوم 7 جانوري، على أساس إنها لرجل أنهاكه الجوع في مضايا السورية. هذه مضايا طبعا كانت محاصرة وكذا، فهذه الصورة نشرت على هذا، ونشرت في مؤسسات إعلامية كبيرة جدا ومحترمة، ونشرت بعد أن خضعت للتحقق، يعني مش نشرت لكن التحقق الذي أخضعت له كان تحققا محدودا. تقريبا هي تم التحقق منها في جوجل إيميجز
ولأنها كانت انتشرت، يعني هنا لو بس تركزوا معي هنا خطورة وسائل التواصل، هي الصورة خطأ. حنجي نرجع نعرف من وين هذه الصورة، الصورة الأصلية من وين. لكن أول ما أول الرجل الذي أخذ هذه الصورة من مصدرها الأساسي ووضعها على أنه هي من مضايا، وانتشرت انتشار النار في الهشيم في وسائل التواصل وفي كثير من المؤسسات الصحفية على أساس إنها صورة لرجل يعني أنحكه الجوع في مضايا. فأنا قلت إن هي في بعض المؤسسات الإعلامية نشرتها بعد أن توثقت منها، لكن توثقت منها وين؟ أخذت في فاتت شافتها في جوجل إيميجز، وزي ما قلنا جوجل إيميجز بيكشف عن الصور المشابهة لهذه الصور. فلأن هذه الصورة كانت منتشرة already، انتشرت في وسائل التواصل، فجوجل إيميجز لما جاء كشف عنها وجد إنه في صور كثيرة جدا مشابهة لها، وبالتالي اعتبر إنه هذه الصورة صورة صحيحة. لكن بعض المؤسسات أو أحدهم شك أو أحدهم قال لا، هذه الصورة ليست للمسن في مضايا سوريا، وإنما لمشرد في الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا، وجاب الصورة الأصلية. وإنه هذا الرجل هذه الصورة نشرت في يوم 3/4 سنة 2009، وكانت بتتحدث عن معاناة في موضوع كان بتحدث عن معاناة المشردين بشكل عام في الغرب. الشاهد إنه هذا اللي كشفته تين آي، تين آي لأنه أكثر يعني شوية مشددها شوية، فهو اللي كشف هذه، كشف إنه لا هذه الصورة موجودة، هذه الصورة موجودة في من قبل يعني قرابة 5 أو 6 سنوات من نشرها على هذا المكان. فالشاهد إنه يجب أن نشدد ونستخدم أكثر من آلية، نستخدم أكثر من أداة في موضوع التحقق من الفيك نيوز أو من الفيك يعني فوتوز، لأنه إذا في أداة أخطأت أو أداة تجاوزتها وما استطاعت، ممكن الأداة الثانية توصلنا لهذا الذي نريده نحن. طيب أنا يبدو يا دكتور أنور يعني كدنا أن نصل إلى نأخذ الساعة. طيب هنا في مواقع كثيرة جدا هذا شو بتشتغل في هذا المجال، مجال التحقق، اللي هو مثلا لو أخذنا في حاجة اسمها الفاكت تشيكت إكسبلورر، ده موجود في جوجل ومهم جدا إنه يعني نستصحبه معانا عندما نأتي لموضوع التحقق. في موقع اسمه في كتاب اسمه جيرناليست بوك جيرناليست تول بوكس، وفي كتاب تاني اسمه فيريفيكيشن هاند بوك، وفي المؤسسة اللي هي الفيرست درافت نيوز أورج، أيضا هذه تشتغل في مجال التحقق. والمهتمين يعني الكتب هذه موجودة بالعربي، حتى فيها في نسخ عربي الكتابين أعتقد الاثنين أو واحد فيهم، جيرنالست تول بوكس أو فيريفيكيشن هاند بوك، إذا دخلت على هذا الموقع تلاقي في نسخة موضوع بالعربي ممكن تعمل لها داونلود. هذه الكتب والمواقع الثانية يعني فيها كل ما تكلمنا عنه في هذه العجالة بشيء من التفصيل، ولمن أراد أن يذهب بعيدا في هذا المجال. طيب أنا تقريبا دكتور أنور أنا شبه خلصت ما عندي، والآن بالإمكان نستقبل يعني أي استفسار من الشباب يعني.
فمرحب بكم وأهلا وسهلا بكم جميعا. ألو ألو الو الو اسمعوني الو 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 اخ انور أنور. الشباب عايزين الإذن للنقاش. أنا خلصت. نعم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. شكرا جزيلا أستاذ عثمان، محاضرة قيمة جدا جدا، وإن شاء الله يعني نعمل بكل هذه ما فدت به يعني. ولكن لدي استفسار يعني في قنوات الكبيرة ذات المقدرة، يعني ربما تستطيع أن يكون هناك قسم كامل يقوم بعملية الفيريفيكيشن. نعم، هي نصائحك بالنسبة للقنوات المحدودة أو الصحفيين الذين يعملون فريلانسرز، كيف يقومون بهذه الإجراءات بشكل دقيق وكذلك سريع، لأنه يعني الفيريفيكيشن كان يأخذ منك وقت رغم أنه مهم يعني. والله شو أنا 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 طبعاً يعني أنا قبل ما أنصح المؤسسات بنصح الصحفيين، لأنه يعني لأنه في النهاية بالذات إذا كان هذا الخبر أنت تكتب عليه اسمك يعني، ف يعني لابد الصحفي نفسه، أنا أتصور صحفي اليوم لازم يتعلم هذا. يعني أنا لو عندي مؤسسة صحفية وعايز أوظف صحفيين وجوني ثلاث صحفيين وفيهم واحد يعني الثلاثة طلعوا متساويين أو الاثنين متساويين، ولكن هنالك واحد يجيد هذه يعني هو مثقف رقميا بشكل جيد، وأنا أستطيع أن يعني بكل يسر سهولة أنا أختار هذا الرجل أو هذا الصحفي اللي هو اللي يمتلك هذه الآلية ويستطيع أن يعني حتى أنا أعتمد عليه في كذا. لكن طبعا هذا لا يعفي المؤسسات الصحفية، إنه مهما يكون إن شاء يعني إن شاء الله يكون شخصين في المؤسسة الصحفية ممكن أن يقوم به هذا الدور، لكن أنا دائما بقول إنه الصحفيين يتعلموا. أنا قبل 25 سنة عندما أتيت إلى الخليج ما كنت بعرف أطبع على الكمبيوتر، فكان واحدة من الشروط في المؤسسة اللي اشتغل فيها إنه لازم تعرف تطبع على الكمبيوتر، لأنه قبل 25 سنة إنه هذا الموضوع انتهى، موضوع إنك تكتب في صحيفة وتقدم الخبر بتاعك مكتوب، لا أنت حتشتغل على الكمبيوتر، فهذا كان قبل 25 سنة، فما بالك باليوم يعني. وهذه التقنيات الآن أصبحت متاحة ومن الممكن للجميع أن يعني أن يحصلها يعني. فلا، من حق أي صحفي يجب أن يتعلم هو قبل ما يتعلم المؤسسة. والمسألة لا يعني صارت الآن زي ما قلت الآن حتى مش غالية بهذيك الدورات، موجودة في دورات كثيرة مجانية زي دورة جوجل، وهي كافية لأن تضع الشخص على الطريق الصحيح. في هذه الكتب اللي أنا وضعتها واللي ممكن حتى أضعها على صفحتي في الفيسبوك لمن يريد، وهذه المنظمات هذه كلها فري وموجودة، ممكن الناس يتواصلوا معها ويحصلوا على هذا النوع من التدريب، على هذا النوع من العلم. يا ريت أكون أوضحت. العفو.
في أي استفسار من رحب تاني؟ معالي طيب دكتور أستاذ سيف؟ عثمان، لو أسيدي أنا ده داير أعمل ديمو، يعني بيان بالعمل كده، وأتحقق لي نعم من أي صورة، نعم هل ممكن أعمل شير سكرين مثلا؟ الآن أنا في جوجل، بس أجرب واحدة بس أساس إنه الناس يعرفوا إحنا بنتكلم على شنو. هنا ده جوجل، تمام، نعم وداير نعم أتحقق من صورة إنه الصورة دي حقيقية ولا ما حقيقية. أمشي جوجل طيب إيميجز، مش كده؟ نعم نعم جوجل إيميجز هنا، وهرفع جيب الصورة، مش صورة كده؟ البرتقال. هل صورة البرتقال عندك؟ هل؟ ألو، نعم. هذه الصورة بتاعت مزارع البرتقال في الزيداب، هذه انتشرت كثير في الواتساب. لا ما عندي، لكن ممكن انا ارفع اي صورة من هنا من الجهاز، اي صورة، مثلا الصورة دي بتاعت ابي احمد وهو ماخذ جائزة نوبل. نعم ايوه، نوبل برايز ابي احمد، مش كده؟ نعم لكن بيقول لك بص، فعلا بيوريك الحتة الجاية منها. طيب نعم نجرب صورة تاني، ابلود ايمج، عشان الناس يكونوا عارفين وسائل التحقق دي، يعني كثير من الأحيان بيكون ممتاز. مثلا حط صورة أنور. ناخد صورة أنور. أنور أنور نعم. شو البلاوي اللي هتجيبها؟ أنت مرشح وزارة الزراعة كنت؟ لا لا أبدا. نعم، فيديو مرشح رئاسي في مواجهة البشير، ما أعرف شنو. فعلا بتلقى في صور مرتبطة بالقصة. تمام، هوقف نعم الشيري. نعم تمام، فعلا فهو هو انت يمكن الان زي ما قلت هو متاح الان، متاح انه ممكن انت تعمل شير بكل سكرين يكتب. بس للأدوات الثانية، أنا أشوف لو في أي أداة ثانية ممكن في البرزنتيشن بتاعك. في تين اي أها، تي اي ان اي ده بي اي ان، ده برنامج ولا شنو؟ ايوه تين اي بي اي ان اي، بي اي ان اي، ان اي دوت سي ان، ده صيني ولا شنو؟ يمكن اسمه مرة ثانية، لأنه ما هي تي اي ان اي تين تي اي ان تين، أنا اي سمعتها تين مش تين اي اي. بمعنى اي الحرف، اي العين. ايوه شفت، هسه انا برضو هعمل شير للشاشه هنا، بس انه الناس يكونوا عارفين بيتكلموا على ايه. تولز اسمها ريزيرف، ريزيرف ايمج، ايمج ريفرس، ريسيرش. ريفرس نعم ايمج سيرش. سيرش ايمج اند فايند وير ذات ايمج ابيرز اونلاين. اوكي، خلينا نشوف، شوف صورة ثاني مثلا لها علاقة الصورة دي مثلا بتاعت الثورة بتاعت آلاء. هذه مشهورة، هذه صور مشهورة، هذه تلاقيها في كل مكان يعني. نعم، شوف السورس بتاع الأساسي وين، مش كده؟ نعم اكسبلودينج افريكا هنا دوت كوم. هذه الصورة. شايف في ريديت برضو. في كل هذه الصورة يعني، هذه ما خلاص هذه معروفة يعني، هذا خالص ما يجي يعني، من الصعب انها تكون فيك يعني. تمام، يعني هي في النهايه انا دارت اتحقق من 3 حتات، زي ما قلت انت يكون في تراينجل بتاع تشيك، مش كده؟ نعم يعني هو مرات مره واحده تكفيه. ليش؟ لانه هي بتعطيك كلوز ايوه، يعني انت مره واحده هي بتعطيك كلوز قد توصلك للمصدر. نعم كويس، فانت ونس انك وصلت للمصدر خلاص يعني، بعد هذا صار دي فيها اسمه فيها زيرو ريزلت، معناها شنو؟ نعم دي فيها زيرو ريزلت، يعني ما ظهرت لانك الصورة، لانها ما منشوره. ما منشوره في مصدر. طيب ده ما كان انا اسرست،
انا هم اللي راسلنا. طيب اوكي، نعم لو في اي واحد عنده سؤال تاني موجود هنا في عشان الناس بس تعرف ايوه الوسائل، حاولنا نعمل منها يعني ديمو قدام الناس. لو في اي سؤال عنده سؤال، عم صديق شايف مشغل الكاميرا، هل عندك سؤال؟ عايز اشارك، عندي تفضل مشاركه. تفضل. مرحبا يا حمد صديق، من وين انت حمد؟ انا من الخرطوم. عندك كهرباء يعني؟ الحمد لله، هيك الله ما قعدتك بعد، الحمد لله. اتفضل يا حمد، مرحبا بك وتفضل. استاذ عثمان، انا عايز المعايير اللي انا بحدد بها انه الاخبار دي كاذبه، شنو في معايير محدده انا ممكن اعرف بها انه الاخبار دي كاذبه او ما كاذبه؟ انا كيف بحدد ان الاخبار دي كاذبه؟ طيب، هو مرات انت من حاستك يعني، انت وين بتشتغل يا محمد؟ انا بشتغل في منظمه بصيصه مدى، منظمه مختصه بتعليم المكفوفين. اعلامي يعني انت؟ ايوه. هو اي اعلامي بشك في الخبر يعني، قد لا يصدقه يعني. انت يعني خذ مثلا اي اشاعه، لو واحد مثلا قال لك، جاء اليوم قال لك والله الحركات المسلحه جابت اعداد هائله جدا من الناس ودخلوا الخرطوم، نشر هذا الخبر واشاعه هذه كانت منشوره. ف شفناها في كل حته يا استاذ عثمان. نعم، بس انا مش هتاكد، يمكن تكون صحيحه، انا ما بقول انها ما صحيحه، لكن انا هنا كصحفي بتوقف يعني. انا بالمناسبه لا اقول انه هذا حصل ولا هذا ما يحصل، لو يمكن تكون حقيقيه، لكن هذا دوري انا. فانا لما اسمع خبر مثل هذا انا اروح اتحقق، اتاكد من انه هل هذا الخبر فعلا حقيقي. فانت مرات احساسك يعني حدثك وكصحفي، صحفي عنده قرن استجعار. لما واحد يقول لك والله مثلا اليوم قبضوا مجموعه من التانكرز بتفرغ البنزين في الترعه مثلا، ممكن يكون هذا الكلام صحيح، لكن انا ما باخذه فور جرانتي فروم ذا فيرست تايم. هذه وظيفتي انا، اروح يعني. هو دائما الخبر اللي ممكن، طبعا اي خبر ممكن يكون صحيح ممكن يكون، لكن لما ما يطلع من مصدر، لما ما يكون هذا المصدر اللي قال الخبر هو نفسه مصدر مصر يعني، مصدر زي ما نقول عليه هو من ياتي بهذا او من يجب ان يقول هذا. فانت في اكثر من طريقه انت تحس انه امر يعني انه هذا الخبر ليس صحيح. يعني مثلا انا ضربت بخبر مدير المستشفى الطبي في مدرمان، لما يجيني واحد يقول لي والله حصلت ماتوا 20 واحد في المستشفى، واطلع انه القاه هو مطرب وساكن في الدمازين، ما عنده علاقه من مدرمان ولا شيء، وحط على هذا على صفحه في الفيسبوك. فانا هنا الخبر هذا ما باخذه فور جرانتي، انا حضرب اتصل على مستشفى مدرمان، وحتصل على اللجنه الخاصه بمتابعه مرضى و يعني حالات الكوفيد 19 وكذا. فانت هذه كل هذه عوامل تخليك يا سيدي. نحن خبر الوكالات، الخبر اللي جايباه الوكاله الفرنسيه او اللي جايباه رويترز لوحدها، في بعض المؤسسات لا تاخذه لوحده ما لم تعمل كروس تشيكينج بوكاله ثانيه، تعمل دبلينج للسورس، تجيب اثنين سورس حتاخذ هذا الخبر، لانه يقول لك احتمال هذا مش حاصل او احتمال يزيد فيه. فهذه كلها يعني طرق تخليك تشك في 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 انه هذا الخبر صحيح ولا خطا. واضح يا محمد؟ شكرا لك، واضح. هاي عندي الله يديك. عفوا، عندي سؤال. نعم. مرحبا ابراهيم، شكرا جزيلا استاذ، استفدنا كثير منكم، الله يخليكم. تفضل. شكرا. بعض الاحيان يعني نشوف مؤسسات محترمه على المواقع او حتى في نشرات الاخبار تقول تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي. واحيانا انا يعني بعض الاحيان مثلا مقتل دروغدر قبل اسابيع، يعني هناك كثير من يعني تداوله كثير ناشطين كثر على مواقع التواصل الاجتماعي قبل ان يعني تتحدث عنه وزاره الدفاع الفرنسيه. يعني هذا اللي في مالي، صحيح؟ ايه صحيح. يعني الاحيان يكفي ان اعتمد على ان يكون الخبر متداول بشكل كبير على مواقع التواصل ليعتمد عليه، يعني لياخذه كخبر حقيقي. ممكن، نعم ممكن، ولكن متى؟ يعني في كثير من المؤسسات، في بعض الاماكن ممنوعه على المؤسسات. انت لو تتذكر
الغزو الأمريكي للعراق سنة 2003. ألو؟ معك. نعم. أيوة. الغزو الأمريكي للعراق ما كان في يعني ما أتيح لكثير من وسائل الإعلام وبالذات الوسائل الإعلام الغربية ما أتيح لها أن تنقل المعارك اللي كان دارت أثناء الغزو وخاصة معركة بغداد. فكان في واحد مدون اسمه سلام باكس سلام S-L-A-M باكس P-A-X. فسلام باكس كان هو هذاك الوقت قبل فيسبوك وقبل تويتر وقبل الناس كانوا يعرفوا حاجة اسمها المدونات كويس بلوكس. فكان في ظاهرة البلوغرز فهو كان بلوغر وموجود في بغداد وكان يعني على اتصال بالإنترنت وكذا. فكان ينشر ما يعرف بحاجة اسمها بغداد دايري كان ينشر مفكرة بغداد أو يوميات بغداد فكان ينشر يوميات الحرب. فكان كثير من وسائل الإعلام تعتمد عليه لأنه ما فيش مصدر غير هذا ويبدو أنهم عملوا معه اتصال وعرفوا أنه هذا المصدر حقيقي فعرفوه أنه ممكن يكون هو المصدر. في حرب الحرب نمور التاميل في سريلانكا ما كانش في وسائل إعلام موجودة في الجبهة يعني جبهة القتال ما بين نمور التامير والجيش. فكان في مدونين في المنطقة هم اللي بينقلوا الأخبار. فكثير وسائل الإعلام كانت تعتمد على هؤلاء المدونين في إنها تأخذ هذا. طيب ما هو نحن كثير من وسائل الإعلام هذه المحترفة العربية لو أخذت مثلا الجزيرة العربية سكاي نيوز في بداية الثورة الثورية ما كان مسموح لهم يغطوا هذه الأخبار. فكانوا يعتمدوا على ماذا؟ كانوا يعتمدوا على وسائل التواصل. لا لكن بعد أن تخضع لعمليات جراحية كثيرة حتى تتأكد من مصداقية هذا الخبر. أنا عندي تقرير كتبته سنة 2006 أظنه حتى قبل ظهور يعني قلت قبل الفيسبوك كده قلت إنه مدونات الحرب هي عبارة عن مصادر الأخبار عندما تنعدم المصادر. لو بحثت عنه بهذا العنوان مدونات الحرب حتلقاه على الإنترنت مفصل فيه هذا لأنه هذا كان عام مؤتمر وكان أقرت فيه هذه المسائل إنه يمكن لوسائل الإعلام أن تعتمد الثاني. وبالتالي أقول لك إنه يمكن لوسائل الإعلام الآن أن تعتمد على وسائل التواصل لكن بعد ما تجري تتأكد تماما وتستوثق لأنه مرات وسائل التواصل تكون هي المصدر الوحيد كصورة كنص كخبر نفسه وممكن أنا أخذه وأنطلق منه وأصنع قصتي أنا بنفسي. يعني أنا ممكن ما أعتمد على هذا أنا ما أسمع مقتل هذا القائد في مال في مالي فأوكي خلاص وسائل التواصل قالت هذا ولكن أنا أفعل مصادري في هذا المكان حتى آتي أنا بالخبر اليقين. لكن أعتبر هذا زي ما بقولوا عبارة عن يعني شراء عبارة عن نقطة أو شرارة أنطلق منها إلى بقية الستوري كده. كافي ما ذكرت يا أخ إبراهيم؟ نعم شكرا جزيلا. طيب في مداخلة ثانية نسمع من شخص ثاني ممكن يشارك ثاني جدا محمد تفضل أنت اللي تمثل الناس كل السودان اللي قطع عندهم الكهرباء. طيب نحن في اعتمادنا في كصحفيين على وسائل الاتصال مثلا الشبكة بتاعت الجزيرة والشبكة بتاعت العربية هم عندهم انحياز سياسي. نعم. أنا كيف قاعد عامل في النقطة دي؟ طيب أنت هنا برضو you can double the source. يعني أنت إذا ما حاب تعتمد على ما قالته الجزيرة أو ما حاب تعتمد على ما قالته العربية خوفا من إنه والله هذه الوسيلة قد تكون منحازة أنت أبحث عن source آخر. يعني إما إنه ما تأخذ منه خالص أو أخذ القصة منهم وحاول أنت عالية إذا حافظ إنه هذا رؤيتك إنه والله الصحيح هو كذا أو أنت عندك فرضية إنه الصحيح قد يكون كذا فروح أبحث عن مصدر ثاني إسندك وحتى إنك تطلع بقصة تتأكد ويطمئن فيها قلبك إنه هذه قصة غير منحازة يعني أو غير مائلة إلى جانب إنها قصة حقيقية ما فيها شيء يعني. طيب هل في حياد في الإعلام؟ هل في حياد حقيقي يعني في الإعلام ولا كله قناة بيكون زي يقول عندها كيكة بتاعتها بتاخدها في الموضوع يعني؟ هو الغربيين قالوا objectivity does not exist
وهذا غير موجودة. الموضوعية غير موجودة يعني، وبالتالي العياد غير موجود. دكتور السير علي سعد، هذول الأكاديميين أخوانا الأكاديميين أكثر هم غير تكون عندهم الـ زي ما يقولوا قول الفصل في هذا المجال. نعم. معنا دكتور السير علي سعد طبعا. نعم. تزامننا وعملنا معهد في معن في جاردن سيتي في كلية الإعلام. أيوة هو كان في كلية الإعلام والاتصال. كنت أنا في تقنية المعلومات. وما في حياد في كل شيء مش الإعلام يعني، لكن على الأقل يفضل إنه الإعلام يكون يكون صادق يعني، ويعني حتى إذا انحاز إلى قضية معينة يجب أن يكون لا يظهر للآخرين هذا الحياد. لكن نحن أنا أتصور إن الإعلام مفروض يكون إعلام يعني، أنت وظيفتك إنك تقدم المعلومة الصحيحة للناس وخلي الناس هم اللي يكونوا رأي يعني، خلي الناس هم اللي يكونوا رأيهم يعني، أنت اللي تصنع هذا الرأي، أصنعه بتأثيراتك الأخرى لكن أنت قدم هذا. طبعا في إشاعات الآن مرتبطة بالذكرى بتاع 30 يونيو. نعم. الآن يعني منتشرة بكثافة في 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 فيسبوك يعني، منها أنا ما بعرف أنت تابعتنا ولا لا. أنا أشرت في أثناء العرض أشرت. نعم. لهذا الكلام. أنا ضربت مثل بشكل جديد من أشكال الصحافة اسمه الكولابوريتيف جورناليزم، اللي هو مجموعة من الصحفيين أو المؤسسات الصحفية بتجتمع كلها عشان تشتغل في موضوع واحد. وقلت إنه أشهر مشروع كان في هذا أشهر مشروع بتاع الصحافة التكاملية كان أوراق بنما. أكبر من ويكيليكس. بنما حتى أكبر من الويكيليكس. أكبر من الويكيليكس. هذا الكتاب اسمه بنما بيبرز. أيوة نعم. كويس. الويكيليكس ما هم طلعوا الكيبل. الويكيليكس نشروا الوثائق. لكن هذول عملوا ديجينج للوثائق. ليه؟ جمعوا الوثائق كلها واشتغلوا عليها وطلعوا قصص صحفية. فهمت علي؟ يعني واستخدموا هنا في أوراق بنما استخدموا ما يعرف بال ال 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 اي اي ال ال يسموه ايش ال الانتليجنس ال ايموشنال انتليجنس. نعم. ال اي اي اللي هو الارتفيشال انتليجنس، الذكاء الاصطناعي. نعم نعم، استخدموا الذكاء الصناعي، استخدموا الخوارزميات، استخدموا حاجة ما يعرف بالماشين ليرنينج، تعلم الآلة، لأنه كان عندهم أعداد هائلة من الوثائق كانت موجودة عندهم. فكيف يصنفوا هذه الوثائق؟ هذا خاص بالسرقة في السودان، وهذا خاص بالسرقة في أمريكا، وهذا خاص بالسرقة في كذا. فاستخدموا الذكاء الصناعي أو الاصطناعي، استخدموا تعلم الآلة في أنه انفرزت هذه الأوراق، وصلت هؤلاء الصحفيين عبر هذا المشروع الضخم اللي شاركوا فيه قرابة 180 صحفي من كل أنحاء العالم، طلعوا هذه القصص المشهورة واتكتبت هذه القصص كلها في هذا الكتاب. فالكولابوريتيف جورناليزم اشتغلوا على في المكسيك، اشتغلوا عملوا كانت مجموعة أثناء الانتخابات في المكسيك، عملوا مجموعة عشان تتابع الشائعات اللي كان والفيك نيوز عن الانتخابات المكسيكية في سنة 2018. أنا كان أثناء ما شرحت هذا كواحدة من المصادر الآليات الفيريفيكيشن، ذكرت قلت إنه كان مثلا في 30 يونيو كان ممكن أي مؤسسة إعلامية، وقلت سونا مثلا كان ممكن مؤسسة سونا تقوم إنها تعمل غرفة مثلاً للتحقق من الأخبار الحقيقية عن هذه المناسبة، عن هذه المسيرة، حتى إنه الناس كلها تأخذ منها يعني، أي واحد عايز خبر يجي يأخذه من سونا وخلاص، أو يجيب أخبار تانية لكن يحاول يتوثق منها أيضاً، يكون في جهة معينة هي اللي تحاول تتوثق من هذا الحدث يعني، وبالتالي تنقل الأخبار الصحيحة. أنا ذكرت هذا أثناء العرض، وحتى أنه ما يكون عندنا، أنا كل يوم الآن بشوف فيه
ملايين الإشاعات يعني عن هذا الموضوع يعني. نعم، وبعض الناشطين وعاجل، وعندي ولد خالتي في القيادة قال لي بس قصص يعني حاجة عجيبة جدا جدا. ونقول نعم. للناس دائما نوقف الإشاعة عندك، ما تخليها تمشي قدام. نعم نعم نعم، مضر جدا. أنا طيب زمانكم كيف؟ أنت عندك ساعة ونص كان؟ أيوة نعم. طيب تقريبا في... يعني أنا بعاين في الـ في الـ في الـ الفيسبوك هنا ده، يعني شايف إنه في كمية بتاع التاجات لناس شكلهم إعلاميين، لكن ما في سؤال محدد من داخل الزوم هنا ده. لو في أي سؤال في معانا عدد من الشباب، باشمهندس الأستاذ عمار صديق سعيد. إحنا عندنا مبادرة بتاع التعليم الإلكتروني إن شاء الله هتبدأ، هندرب كل الأساتذة بتوع الجامعات والأستاذ التعليمية في السودان. ورحمة الله وبركاته دكتور. عليكم السلام. مرحبا أخ عمار، أهلا وسهلا. منسق التعليم الإلكتروني وزارة التعليم والتضامن. أنا كنا في محاضرة تانية فجيت متأخر شوية. الموضوع أنا صراحة شدني من قبل دار أحضر من البداية وكذا، لكن الحمد لله لحقنا في النهاية ولحقنا برضو معلومات كويسة جدا يعني. شكرا لك. مرحب مرحب مرحب، أهلا وسهلا. وإن شاء الله نحاول نتيح هذا حتى العرض أو أي شيء. أنا زي ما خطيت في آخر العرض، أنا موجود على فيسبوك، حطيت صفحتي بعثمان كباشي أو إشتغانين. زي ما ذكرت أنت الإطلالة بتاعتك دي الثانية، يعني نعم. تكلمت المرة الأولى على الصحافة الرقمية مش كده؟ نعم نعم، نعم. فإن شاء الله إحنا بنواصل وهذا تحط هذا بالنسبه للموضوع اليوم، ممكن تحطه يعني بالنسبه للناس اللي سالوا. نعم ايوه، هنشوف الاسئله كلها ان شاء الله ونجمع عليك على اساس انه ان شاء الله في المستقبل نعمل لنا سيشن ثانيه برضو في الموضوع. تمام. مهم جدا جدا. تمام. انا مرحب بالاخوان الطيب. الطيب متولي، الطيب معانا. نعم الطيب، بس ما مشغل الميكروفون بتاعه. نعم. المايك بتاعه ما واضح انه شغال. نعم نعم. موضوع صراحه طيب. مهم جدا، والتوقيت بتاعه نفسه يعني اهم، لانه الناس يتحقق يعني. رسلت انا الدعوه طيب. لعدد من الناس، وفي واحد قال لي اخنا والله مشغول بالتدريب، لكن الموضوع ده المفروض كل السودانيين يشوفوه، لانه قال لي يجننونا بالاشاعات. طيب انا خلصت ما عندي. الله يديك الصحه والعافيه. طيب انا مره اخرى اشكر مبادرة الباحثين، وبس اذا سمح لي انور بدقيقتين، انا اشير هنا تفضل الى انه الشباب في السودان يعني اللي مثلوهم محمد صديق وبقيه الحاضرين، الشباب هم يعني عندهم رغبه وشغف كبير جدا بالتعلم والتدريب في مجالات مختلفه كثيره جدا، وعايزين وبالذات الاعلاميين. انا يعني عندي في التواصل مع شباب الاعلاميين، عايزين يكتسبوا المهارات الجديده في هذا المجال. انا اذكر الجزيره عندها مبادره اسمها مبادره سفراء الجزيره. هذه معهد الجزيرة عادة اللي هو أصلاً يقدم دورات تدريبية. ومشيت الويب سايت على أساس إنه يعرفوا وين الحاجات، الحاجة دي بتساعد كثير جداً. نعم. ممكن أعمل شير من هنا ده. طيب لا، بس أنا هذه المبادرة أحب أتكلم عنها. أنا الشير أجيك مرة ثانية. تمام. مبادرة سفراء الجزيرة هي أصلاً اللي تبع معهد الجزيرة. معهد الجزيرة للتدريب عادة يدرب الناس يأتون قبل هذا أزمة كورونا، كان الناس يجوا يتدربوا ويدفعوا فلوس ويركبوا الطائرة، يدفعوا التذاكر ويجلسوا في الفندق ويدفعوا والدورات يعني مبالغ كبيرة. فهذا طبعا ما كل الناس كان أفورد الموضوع ده، فطلعت مبادرة في المعهد يسموها مبادرة الجزيرة، اللي هي الجزيرة تأخذ المدربين إلى بعض البلدان اللي يصعب فيها على الناس فعلا يشاركوا، يعني في المغرب، في السودان، في الصومال، في وين. أنا كنت من الناس سعيدين جدا أنه في واحدة من هذه المبادرات ذهبنا إلى السودان، وأنا قدمت دورة عن الأونلاين جورناليزم بشكل عام، وهذه الدورة كان من المفترض أنه يحضروها 25 واحد، ونحن جهزنا الشهادات على هذا الأساس. ف
فلما انا مشيت هذه الدوره لقيت في 35 واحد موجودين. حتى بعض الناس قلنا لهم يا جماعه ما عندنا الشهادات، قال لا نحن عايزين نتدرب. فهذه دوره واحده، وكان في دور هذه عن الاونلاين، كان في دوره في تقديم التقارير الاذاعيه، في دوره في المذيعين، في دوره في ايش. فالشباب ما شاء الله عليهم عايزين، يا ريت انتم دائما توفروا لهم هذه الوسيله، ويعني اقصد عن طريق المبادره توفروا لهم كثير من المحاضرات، كثير من الناس. يعني انا متاكد في الاعلام في اخرين قد يقدموا دورات افضل مني انا، حتى تشوفوهم يعني بعض الناس اللي ممكن يقدموا هذه الدورات ويطرحوها للشباب. ونتمنى انه هذاك الوقت يكون في كهرباء ويكون في عدد من الناس يقدروا يتابعوا هذه الدورات. وشكرا جزيلا لكل من حضر ولكل من تابع، ومرحب بهم في اي وقت. يعني انتهت الساعه ونص بتاعت المحاضره، لكن ما انتهى اي نوع من انواع التواصل بيناتنا، ومرحبا بكم جميعا. يعني الله يديك العافيه. احنا بنذكر انه دكتور حسن مصطفى ان شاء الله هيقدم دوره عن صحافه الموبايل قريبا ان شاء الله، ومرحب بكل الدكتور حسن مصطفى. نعم، ومرحب بكل المدربين في معهد الجزيرة للإعلام، ويعني أي شخص عاوز يقدم تدريب للشباب السوداني أو لمنصات الباحثين السوداني، إحنا جاهزين وحاضرين دائما وأبدا إن شاء الله. تمام، إن شاء الله الأمور تتيسر، وأنا وإنت نحاول ننسق هذا، نجيب ناس مثلا يتكلموا عن التلفزيون طوالي، وناس ممكن يتكلموا عن الإذاعة، ويعني ننوع إن شاء الله. نعم، كتر خيرك أستاذ عثمان كباشي الصديق العزيز والحبيب على المحاضرة القيمة، وشكرا للضيوف الموجودين معنا هنا في الزوم وكل المتابعين في مجموعة الباحثين السودانيين. لحد ما نلاقيكم في لقاء ثاني إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا 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 شكرا. السلام عليكم.